السلام عليكم ومرحبا بكم مع لقاء جديد من علوم الدار، اقدمها لكم انا محمد عبد الكريم، والبدايه بابرز العناوين. رئيس الدوله يستقبل عددا من مندوبي الدول الاعضاء في الامم المتحده ويؤكد على دبلوماسيه في حل الازمات والنزاعات. محمد بن راشد يعتمد دوره الموازنه العامه لحكومه دبي للاعوام 2023-2025. اهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المندوبين الدائمين ونواب المندوبين لعدد من الدول الأعضاء لدى منظمة الأمم المتحدة، ورحب سموه خلال اللقاء بالضيوف مؤكدا حرص دولة الإمارات على خلق شراكات مستدامة مع دول العالم ترتكز على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأشار سموه إلى اهتمام الدولة بإيجاد فرص جديدة للتعاون والعمل متعدد الأطراف واستثمار العلاقات لفتح آفاق أرحب أمام تحقيق التنمية المستدامة والنمو لشعبنا وشعوب العالم أجمع. كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نهج دولة الإمارات الثابت في العمل من أجل دعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم وحل النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية ومعالجة التحديات العالمية المتمثلة في تغير المناخ والأزمات الإنسانية ومكافحة التطرف والإرهاب. وتناول اللقاء تجربة دولة الإمارات التنموية الطموحة والناجحة ومقوماتها وأهدافها، إلى جانب جهود الدولة المستمرة في تمكين المرأة والشباب والانفتاح على الثقافات والشعوب وبناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام يسهم في ضمان مستقبل أفضل للأجيال. حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2023-2025 بإجمالي نفقات بلغت 205 مليارات درهم. وجاءت دورة الموازنة لتلبي طموحات المستقبل وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير أنشطة ريادة الأعمال وتحفيزها وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الرفاه للمجتمع وتلبية متطلباته وترسيخ مكانة الإمارة أرضا للفرص والابتكار. التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات الجهة المطورة والمشغلة لشبكة السكك الحديدية الوطنية في أبراج الإمارات في دبي. واستعرضت خلال اللقاء مستجدات عملية تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة وما أحرز حتى الآن من تقدم في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي العملاق الذي سيربط مع اكتماله الإمارات 7 للدولة وتأثيره الإيجابي في دفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين المحلي والإقليمي. استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم اليوم سعادة فرانسيسكو شاكون إرنانديز السفير كوستاريكا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه. ورحب سمو ولي عهد عجمان بسعادة السفير وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. وأكد سموه خلال اللقاء مع سفير كوستاريكا أن الإمارات تربطها علاقات صداقة متميزة مع جمهورية كوستاريكا وتحرص على تطوير مجالات التعاون المشترك في مختلف القطاعات لتحقيق مزيد من التقدم والرخاء للشعبين. أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على تزويد قواتنا المسلحة بأحدث الأسلحة والمعدات والتجهيزات التقنية الحديثة من أجل أداء واجبها
في الدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره وإنجازاته ومكتسباته الوطنية والمساهمة في دعم النهج السلمي الدولي في حل المشاكل المختلفة في العالم. أعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة عن ارتياحه وسعادته البالغة لما وصلت إليه القوات الجوية والدفاع الجوي من تميز واستعداد وما يتحلى به شباب الوطن وشاباته من عزيمة صادقة على البذل والعطاء وكفاءة عالية وإرادة قوية في التعامل مع أحداث التقنيات وعلوم العصر العسكرية، مؤكدا سموه ثقته الراسخة في شباب الوطن وقدرتهم على مواكبة تطورات تقنيات السلاح واكتسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع التكنولوجيا العسكرية المتقدمة. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه لقاعدة لواء الجوية. وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان قد قام في بداية الزيارة بالسلام على الضباط وضباط الصف من طيارين ومهندسين، ونقل لهم تحيات قيادتنا الرشيدة وتأكيدها ضرورة الاستمرار في مضاعفة الجهد ليكونوا على الدوام جنودا أوفياء للعهد مقدرين حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأن يبذلوا الأرواح فداء للوطن. والتقطت الصور التذكارية لسموه مع ضباط وضباط صف وأفراد قاعدة لواء الجوية. من جانب آخر قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بتدشين طريق المغفور له بإذن الله أحمد خميس الهاملي أول طيار حربي في الدولة، وذلك تقديرا وتكريما من القيادة الرشيدة للدولة لأبنائها المخلصين الذين قدموا عطاءات متميزة وجهودا كثيرة في خدمة الوطن. وفي بداية التدشين قام سموه بتكريم أبناء الفقيد أحمد خميس الهاملي وأحفاده واطلع على مخططات المشروع ومراحل تنفيذه، وقام بعدها بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للطريق. وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة للدولة واهتمامها على تطوير الخدمات الأساسية وخدمات البنية التحتية للمواطنين وتوفيرها، وقال سموه إن الطريق يعد من الطرق المهمة في تكوين البنية التحتية للنقل في منطقة الظفرة، ويهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية والأمن، وسيلبي احتياجات السكان من خدمات ومرافق، كما سيضيف مرونة للخدمات اللوجستية في المنطقة والمناطق الصناعية المحيطة، ما سيدعم جهود التنمية الاقتصادية والصناعية في تلك المناطق. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي اللائحة التنفيذية في شأن التقييم والتراخيص البيئية، وتهدف اللائحة التنفيذية إلى توفير بيئة صحية وآمنة للسكان وحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية. حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي حفل الاستقبال الذي أقامته مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة في مجلس المنهل بمناسبة زفاف 43 عريسا، وهنأ سموه العرسان بهذه المناسبة السعيدة متمنيا لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة. أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية نجاح الوساطة التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية. وأكد بيان مشترك صادر عن الوزارتين أن نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاسا لعلاقات الصداقة المشتركة والوطيدة التي تجمع بلديهما بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، وللدور المهم الذي تلعبه قيادتا البلدين الشقيقين في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف. وأشار البيان إلى أن أبوظبي استقبلت اليوم المواطنة الأمريكية بريتني غراينر عبر طائرة خاصة قادمة من موسكو، وذلك بعد إفراج السلطات الروسية عنها، وذلك بالتزامن مع استقبال المواطن الروسي فيكتور بوت
عبر طائرة خاصة قادمة من واشنطن، وذلك بعد إفراج السلطات الأمريكية عنه، وذلك بحضور المختصين من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وقد قام الجانبان الأمريكي والروسي بتسلم مواطنيهما تمهيدا لنقلهما إلى بلديهما. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. شرطة أبوظبي تدعو الأسر إلى ضرورة التزام الاشتراطات الوقائية لحماية الأطفال من حوادث السقوط من المباني السكنية. حمل التطبيق الآن وكن باعثا للأمل. دائرة العنف وتواصل معنا على 800-7283. Why are more and more businesses choosing Abu Dhabi Global Market as their home? Is it the high business standards the city offers? Or because it's the true financial powerhouse of the UAE? Offering stability, scoring first, and mastering the art of finance for generations, ADGM sits in the heart of the Abu Dhabi economic vision, investing in sandbox environments and a modern infrastructure for digital banking. Step through the gateway into the future. Enjoy a business-friendly culture within a globally connected strategic location. Get on board a fast-moving economy powered by the leading financial center in the UAE's capital. Abu Dhabi Global Market, your business capital. تجربة لا تنسى. التطبيق الآن وكن باعثا للأمل. أوقف دائرة العنف وتواصل معنا على 800-7283. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. اطلقت القياده العامه لشرطه ابو ظبي النسخه الخامسه من حملتها للتوعيه تحت شعار شتاؤنا امن وممتع، وتستمر شهرين بهدف تعزيز التوعيه الوقائيه للجمهور وحثهم على التزام اجراءات السلامه خلال فصل الشتاء والتقيد بالقوانين والانظمه وتوعيه الاسر بالتزام الاشتراطات الوقائيه لحمايه الاطفال من حوادث السقوط من المباني السكنيه والمراقبة الدائمة عند اقترابهم من النوافذ.
أعلنت هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية إطلاق جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي السنوية، وذلك لتكريم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية المتميزين وتحفيز الابتكار الزراعي والمزارع التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتشجيع على تبني أفضل الممارسات والنظم الزراعية الحديثة. وتبلغ قيمة الجوائز ما يقارب 6,700,000 درهم موزعة على 3 فئات رئيسية. اكتسى مهرجان أبو ظبي للأغذية بألوان الدول المشاركة ومحاصيلهم الزراعية والغذائية، وسط فعاليات تنافسية أبرزها مسابقة الرسم على القهوة لتفتح الإمارات أفاقا أرحب نحو تعاون مثمر في قطاع الأغذية ومشاركة جميع دول العالم تحقيقا لأمن غذائي مستدام. سلال الغذاء في دول العالم فتحت نوافذها من الإمارات ثقة بما تطمح له الرؤية التنموية للقيادة الرشيدة في الأمن الغذائي والوصول إلى اكتفاء ذاتي من الغذاء، ليس في الإمارات فحسب بل مع جميع الدول وما يميزها وتشتهر به في قطاع الأغذية. في هذه الفترة الأمن الغذائي بالغ الأهمية، وأنا سعيد بأن الإمارات العربية المتحدة وأبو ظبي أخذت هذه المبادرة لتجذب الابتكارات والخبراء من حول العالم لتطرق إلى مواضيع الغذاء والأمن الغذائي، وتوفير هذه المنصة لنا لنجتمع معا لننظر في هذه المسائل ونجد الحلول لهذه القضية المهمة. الإمارات بأبواب البيت المفتوح احتضنت المشترين والبائعين لتذلل الصعوبات وتحقق التعاون المثمر بين الدول في الزراعة والتغذية. أوجه الغذاء هنا تحمل طابع المنافسة بجاذبية ونكهة عربية أصيلة وغربية بمزاج عال. بطولة العالم لفن الرسم على القهوة أو نظام تقييم فن الرسم على القهوة هي أول مرة تصير خارج إيطاليا، هي من 2016 لليوم فقط تصير بإيطاليا، فسعينا جاهدين نجيبها حق دولة عربية خليجية بفضل من رب العالمين. اليوم عندنا 28 متسابق من 11 دولة بالعالم مشاركين في هذه البطولة. الفكرة من البطولة هي فن الرسم على القهوة، شلون أقدر أنا أرسم رسمات معينة، ويصير في تحدي بين طرفين أو جهتين دولتين لما نوصل لبطولة لبطل العالم. معرض أبو ظبي الدولي للأغذية ترك بصمة وعلامة مميزة في خارطة الغذاء في دورته الأولى، ما يمهد لبسط شراكة دولية نحو غذاء مستدام. شركات وطنية غذائية تنبض في قلب الإمارات بقواعد متينة ثابتة لسقف يستظل به الأمن الغذائي ويغطي العالم أجمع من تصدير وتوريد. منارة الإمارات نكمل بعضنا البعض مع دول العالم لنشكل جداراً صداً منيعاً للتحديات الراهنة. من مركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات آدنيك، لمركز أخبار قنوات أبوظبي، مهدي سليمان. الأمدار في كل الدار متواصلة فيها بعد الفاصل في علوم العالم. الرئيس الصيني يبدأ زيارة إلى السعودية لحضور 3 قمم مع دول المنطقة. أوقف دائرة العنف وتواصل معنا على 800-7283. حمل التطبيق الآن وكن باعثا للأمل. نمر طوال حياتنا بتجارب مختلفة، بعضها يكسرنا وبعضها يغيرنا بشكل أو بآخر، لكن بالقليل من الرعاية والعطف والحب يمكننا إصلاح ما انكسر عند الآخرين
وجعلهم قادرين على الوقوف من جديد. هنا في مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية إيواء نقدم خدمات متكاملة هدفها إعادة بناء الأفراد نفسياً وجسدياً. نعطي الأولوية للتعافي والتمكين من خلال برامج إعادة التأهيل والتي تشمل العلاج الاجتماعي والنفسي والإرشاد الأسري والدعم القانوني. ومن خلال خدمات الرعاية الصحية الشاملة للتقييم والرعاية الطبية، بالإضافة إلى دور الإيواء لدينا والتي تعتبر ملاذاً آمناً للجميع. وعندما تكتمل عملية تمكين الأفراد نحرص على إدماجهم مجدداً في المجتمع. وفي كل يوم نجمع الأجزاء المكسورة ونسعى لتحويلها إلى قطعة من الجمال. أوقف دائرة العنف، اتصل بيواء. حمل التطبيق الآن وكن باعثاً للأمل. أوقف دائرة العنف وتواصل معنا على 800-7283. والآن إلى جولة من الأخبار الدولية. وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ الأربعاء إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية تستمر حتى الجمعة، وتنعقد خلال زيارة الرئيس الصيني ثلاث قمم هي السعودية الصينية والخليجية الصينية والعربية الصينية بحضور أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية، حيث سيناقش خلال القمتين الخليجية الصينية والعربية الصينية سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي. وستوقع على هامش القمة السعودية الصينية وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين، كما سيعلن إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين. وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له إلى العاصمة السعودية اليوم للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية. وكان في استقبال السيسي بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض. وتأتي مشاركة الرئيس المصري في القمة العربية الصينية في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر العلاقات التاريخية المتميزة وتطويرها بين الدول العربية والصين. قال الكرملين اليوم أن القوات الروسية ما زالت تعمل على إحكام السيطرة على المناطق التي أعلنت موسكو سيادتها عليها في شرق أوكرانيا وجنوبها. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن روسيا ما زال يتعين عليها تحرير أجزاء من مناطق دونيتسك ولودانسك وخيرسون وزابوريجيا، وأعلنت موسكو ضم المناطق الأوكرانية الأربعة بعد إجراء ما أطلقت عليه استفتاءات في سبتمبر الماضي. فشل البرلمان اللبناني اليوم وللمرة التاسعة في انتخاب رئيس للجمهورية على الرغم من شغور المنصب منذ أكثر من شهر، واقترع 39 نائبا بورقة بيضاء، فيما حصل النائب ميشيل معوض المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط على 39 صوتا، ولا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوله فرض مرشحه للرئاسة. هذا وحدد رئيس البرلمان نبيه بري الذي دعا للحوار والتوافق على اسم مرشح موعدا لجلسة جديدة الخميس المقبل. المدار لهذا المساء وصلت إلى نهايتها، وهذا تذكير بأبرز عناوينها.
رئيس الدولة يستقبل عددا من مندوبي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويؤكد على دبلوماسية في حل الأزمات والنزاعات. ومحمد بن راشد يعتمد دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2023-2025. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وفي أمان الله.